كم مرة قررت إنك تبدأ بعادة معينة أو تبدأ بمشروع معين أو تبلش شيء جديد أو تبطل تعمل شيء أنت متعود عليه وما قدرت تعمل هذا الإشي أو ما قدرت تكمل فيه، مع إنك قررت قرار صادق بينك وبين حالك إنك أنت بدك تبلش تعمل هذا الإشي أو بدك تبطل تعمله، ووعدت حالك إنك تبدأ هذا الشيء ولكن بتلاقي حالك إنك لسه ما عم تقدر تعمله. بعدين تقعد تتساءل إنه ليه ما عم بقدر ألتزم بوعدي لنفسي؟ ليه ما عم بقدر ألتزم بكلمتي؟ ليه ما عم بقدر أبلش بهذا الشيء؟ المشكلة الأساسية بهذا الموضوع هي بتيجي من عقلك، وإذا حابب تعرف أكثر عن هذا الموضوع كمل هذا الفيديو للآخر. مرحبا، يعطيكم العافية، أنا رن. قبل ما نبلش الفيديو بدي أذكركم تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو لأنه كتير بيساعدني يوصل لناس أكثر. وهلأ خلينا نكمل الفيديو. السبب الأساسي والسبب الرئيسي اللي ما عم بخليك إنك أنت تعمل الأشياء اللي أنت بتقول إنك بدك تعملها أو تبطل تعمل الأشياء اللي أنت نويت إنك تبطل تعملها هو عقلك. عقلك كتير بهمه إنك أنت تكون مرتاح. إذا أي شيء ممكن يهدد راحة عقلك، عقلك رح يتصرف بطريقة عكسية. عقلنا عادة لما نبلش بدنا نعمل شغلة جديدة أو نبطل نعمل شغلة نحن متعودين عليها، هذا الشيء مش سهل، هذا الشيء ممكن يكون فيه فشل أو أخطاء أو عدم مثالية، خاصة بالبداية، وهذا الشيء طبيعي، وهذا الشيء عقلك ممكن يعتبره فشل. فعشان عقلك يحميك من الفشل الحقيقي اللي هو الأخطاء والمطبات اللي بتصير ببداية أي شيء جديد، عقلك رح يدخلك بحالة اسمها defensive فيلير أو الفشل الدفاعي. شو هو الفشل الدفاعي؟ هو إنه عقلك عشان يحميك من الفشل الحقيقي اللي بالواقع اللي أنت لما تبلش تعمل الإشي أو لما توقف تعمله إنك ممكن تفشل أو يصير معك أي أخطاء أو أشياء غير متوقعة وإنك ممكن تفشل فعليا بالواقع، عقلك عشان يحميك من هذا الفشل عقلك رح يخليك تدخل بحالة اسمها الديفنسيف فيلير. أنت بتعمل حالة الفشل الدفاعي هاي وبتدخل فيها عشان تمنع حالك من إنك تفشل الفشل الحقيقي. بالتالي هون عشان عقلك يحميك من الفشل الحقيقي راح يبعدك عن هدفك وراح يلهيك عنه وراح يحاول يغير لك وجهتك. في ثلاث أسباب رئيسية بتخلينا محبوسين بدائرة الفشل الدفاعي لما نحاول نعمل شيء جديد أو نتخلص من شيء أو عادة سيئة إحنا عنا إياها. خلينا نحكي عن هدول الثلاث أسباب ونحكي عن حلول لقلهم عشان بلكي نقدر نلتزم بوعودنا لنفسنا أكثر. أول سبب هو إنك انت من داخلك تعتقد انك انت ما بتقدر تعمل هذا الشيء اصلا. انت بتعتقد انه الناس اللي عملوا هذا الشيء من قبلك، الناس اللي وصلوا للمكان اللي انت بدك توصل له، عندهم شيء انت ما عندك اياه، عندهم موهبه او جينات او متطلبات معينه او ميزات بتساعدهم، انت تحديدا شخصيا ما عندك اياها. فلما تبلش تعمل شيء جديد ولما تعمل شيء جديد طبيعي انه بالبدايه رح تعمله بطريقه سيئه، بطريقه غير مثاليه، بطريقه فيها اخطاء، بطريقه حتواجهك صعوبات لأنك عم تعمل شيء جديد لأول مرة، وهذا الشيء جدا طبيعي. فأول ما توقع بأي مشكلة أو بأي خطأ أو بأي مطب رح يواجهك رح تقول إنه ها شفتوا أنا هذا الشيء مش لإلي أصلا، هيني أنا واضح إنه أنا مش زي هدول الناس، ما عندي الجينات ولا الموهبة المطلوبة، واضح إنه أنا ما عندي المتطلبات عشان أنجح بهذا الإشي، فخلص ما رح أكمل لأنه واضح إنه هذا الشيء مش لإلي. فأنت رح تعتبر هون إنه الأخطاء اللي أنت بتمرق فيها والمطبات اللي بتمرق فيها بالبداية رغم إنها هي أشياء طبيعية، بس لأنه أنت عقلي انه الموهبه والجينات هي الاساس وانه انت يمكن ما عندك هذا الاشي، رح تقتنع انه هاي الاخطاء والمطبات دليل على انك انت مش المفروض تكمل بهذا الشيء والمفروض اصلا انك انت ما بديت. وهاي العقليه اللي انت عم بتفكر فيها وطريقه التفكير اسمها الفيكست مايند سيت او العقليه الثابته، انك انت بتفكر انه الناس يا هيك يا هيك، يا انولدوا عندهم موهبه وجينات وميزات بتدعمهم يا لا، وهدول الناس بيقدروا يصيروا وبيقدروا يتطوروا وبيقدروا يتحسنوا وبيقدروا يوصلوا لمكان وهدول الناس لا. هذا اسمه الفيكست مايند سيت. عشان تقدر تتغلب على هذا الشيء وتطلع وتحل مشكلة انك انت بتعتقد انك انت ما عندك الشيء اللي يوصلك لهذا الموضوع، لازم انك تتبنى عقلية الجروث مايندسيت. عقلية الجروث مايندسيت هي عقلية النمو، وهي انك انت لما تعرف انه طبيعي انك تبدا اي شيء جديد تواجهك صعوبات او تعمله فيه اخطاء او تعمله بطريقه سيئه وتقول اوكي هيني شفت وين الاخطاء، حعرف من وين اطور وحعرف شو لازم اتعلم بالضبط وكيف لازم اطور نفسي. انت رح تعرف لما يكون عندك الجروث مايندسيت او عقلية النمو مو انه الاخطاء هاي طبيعية وهي جزء مهم من هذه الرحلة اللي انت فيها وهي بوصلة لإلك عشان تعرف كيف بدك تتطور وعشو تشتغل. فلما تتبنى عقلية النمو او الجروث مايندسيت رح تشوف انه هاي الاخطاء اللي صارت معك بالبداية او انك عملت الموضوع بطريقة سيئة او غير مثالية هي جزء طبيعي، ومش بس جزء طبيعي من الرحلة، هي جزء مهم لانه رح تكون اشارات لإلك انك وين لازم تشتغل وين لازم تطور حالك وعشو لازم تشتغل. انت لما يكون عندك عقلية النمو رح تعرف انه ما في حدا يا بيجي
هيك يا بيجي هيك. كل شيء ممكن الواحد يشتغل عليه وكل شيء ممكن الواحد يطوره. لما تتبنى الجروث مايندسيت او عقليه النمو رح تعرف انه سبب النجاح هو مش الموهبه او الجينات. الموهبه والجينات ممكن يساعدوا، ولكن سبب النجاح الاساسي هو الاجتهاد على فتره كافيه من الزمن. اذا انت حطيت هذا الجهد وهذا الوقت على فترة كافية من الزمن رح تلاقي حالك انك انت اكيد نجحت. اذا رح تقدر تحول تفكيرك من الفيكست مايندسيت انه انا ما عندي الموهبة والجينات والمتطلبات لهذا الموضوع للجروث مايندسيت اللي هو اوكي انا بقدر اشتغل على هذا الموضوع وبقدر انمي من حالي، وصرت تشوف الاخطاء وعدم المثاليه اللي بتصير معك بالبدايه على انها مجرد مطبات بطريق وصولك لهالموضوع، معناها انت شوي شوي رح تقدر تتغلب على عقليه الفيكست مايندسيت وشوي شوي رح تقدر توصل لهذا الموضوع وتنجح بهدفك، ورح تقدر تتغلب على اول سبب من اسباب الفشل الدفاعي. ثاني سبب بخلينا محبوسين بدائره الفشل الدفاعي هي انك انت بتعتقد انه الناس اللي زيك ما بتعمل شيء مثل هيك، وهذا الشيء له علاقة بموضوع الايدنتيتي او الهوية، واحنا حكينا عن موضوع الايدنتيتي او الهوية بفيديو العادات اذا بتتذكروا، حكينا انه عشان نغير اي شيء بحياتنا احنا لازم نغير يا اما الهوية يا اما الوسيلة يا اما النتيجة، واكتشفنا انه اذا بنغير النتيجة او الوسيلة رح نلاقي انه التغيير عادة بيكون مؤقت ورح نفشل فيه ودائما رح نلف وندور ونرجع لهويتنا اللي ما تغيرت، بينما اذا غيرنا الهوية اوتوماتيكيا رح يتغير معها الوسيلة والنتيجة. احنا كبني ادمين كتير بنهتم بموضوع هويتنا. هويتنا بالنسبة لنا بتمثل البوصلة اللي احنا بنتبعها عشان كل شيء. اي شيء احنا كبني ادمين بنعمله او ما بنعمله بيرجع لهويتنا، لكيف نحن شايفين حالنا وكيف بنعتقد انه الناس شايفيننا. اي تصرف بنعمله بيرجع لهذا الشيء. هويتنا عادة بتتشكل ونحن صغار من المجتمع اللي حوالينا، من اهالينا، من ماما وبابا. ماما بتقول اني ذكية، اخوي بيقول اني بطيئة، بتتشكل هويتنا هاي شوي شوي. بعدين بنطلع للمجتمع الاكبر، الشارع والمدرسة، هويتنا بتصير تتشكل أكتر وأكتر. لما شوي نكبر أكتر بصير عنا أسئلة عن هويتنا. عادة أجوبة هاي الأسئلة بتكون أجوبة اجتماعية، إحنا بنربطها بالناس اللي حوالينا. بصير نقول هل أنا زي هذا الشخص؟ هل أنا بتصرف زي هذا الشخص؟ هل أنا ردات فعلي زي هذا الشخص؟ بناخد أجزاء من هويتنا من هون ومن هون من المجتمع اللي حوالينا وبنشوف كيف الموضوع بيمشي معانا. وهذا الإشي اسمه identity fracturing، إني أنا باخد جزء من شخصيتي من هون، جزء من هويتي من هون، جزء من بابا، جزء من المدرسة، جزء من زميلي بالصف. بس لما نبدأ نكبر أكتر وأكتر منبلش نسقل هويتنا أكتر ومنبلش نشيل منها الأجزاء اللي ما بتعجبنا ومنحس إنها ما بتمثلنا وما بتخدمنا، ومننمي فيها الأجزاء اللي إحنا منحبها وبنحس إنها بتمثلنا وبتخدمنا. هذا الشيء هون اللي منوصل له بيكون اسمه identity cohesion، يعني الهوية تبعتنا صارت واضحة ونوعا ما ثابتة. والidentity cohesion هو اعتقادك إنه هويتك الحالية بتعكسك وبتعبر عنك فعليا. ولما توصل لهاي الهوية اللي انت تعبت عليها حتى شكلتها وكونتها واخدت منك سنين، راح تحس انه كتير صعب عليك تعمل اي شيء ما بيمشي مع هاي الهوية او حتى بيهدد هويتك. فلما تقرر انك تبدأ تعمل عادة معينة او تبدأ بمشروع معين او تبطل شيء معين انت عم تعمله، اذا مع الوقت حسيت انه هذا الشيء مش لابق مع هويتك ومش ماشي معاها، راح تحس انك انت راح تستسلم وما راح تكمل وعطول راح توقف، لانك حتحس انه في شيء مش ظابط مع بعضه، في شيء مش راكب على الهوية المهمة اللي انت كونتها. مثلا اذا انت قررت انك تصير اخصائي نفسي لانك بدك تساعد الناس، وانت شايف انه هويتك وجزء كبير من هويتك هو انك بدك تساعد الناس، يمكن تستصعب انك تاخد مصاري من الناس عائد لخدماتك لهم، لانك حاسس انه طب ما هذا بيتضارب مع هويتي اني انا بساعد الناس. كيف انا بساعد الناس وبدي اخد منهم مصاري؟ اللي بساعد الناس ما بياخد منهم مصاري. رح تحس انه في كلاش بين الهوية تبعتك وبين شيء انت بدك تعمله. الحل هون هو انك انت تلاقي شخص عنده هوية بتشبه هويتك وبنفس الوقت بيعمل الشيء اللي انت بدك تعمله. يعني تلاقي شخص انت بتحترمه، انت اخصائي نفسي مثلا اذا بدنا نرجع للمثال، بتشوف انه هو he's a good person، فعلا بيخدم الناس وبيساعدهم من قلبه، بس مع هالشيء بياخد مصاري وهذا الشيء ما بيعمل، هذا الشيء غلط. رح تلاقي لما تشوف بعينك حدا تاني غيرك وموديل انت بتشوفه وبتحبه وبتحترمه، رح تلاقي انه اوكي هذا ما عم بتضارب مع هذا، هيو عم بيساعد الناس بس استلم ياخد منهم مصاري ومش حاسس انه هويته تهددت، هو لساته شخص عم بيساعد الناس. مع الوقت رح تبلش تستوعب هذا الاشي وتحس انه طبيعي، ورح تقدر تطبقه على نفسك ورح تقدر تخلي هدفك وهويتك يلتقوا. السبب الثالث اللي بخليك محبوس بدائرة الفشل الدفاعي هو
انك انت من داخلك سريا هيك وانت مش معترف لنفسك انت اصلا ما بدك هذا الشيء. انت مفكر انك انت المفروض يكون بدك اياه، انت مهتم بالموضوع ومعطيه قيمه ولكن للاسباب الغلط. في نوعين من الاسباب اللي بتحفزنا او بتدفعنا ان نعمل شيء، يا اما intrinsic reasons يعني اسباب داخليه جايه من جواتنا ومن داخلنا، يا اما extrinsic reasons اسباب جايه من الخارج. الintrinsic reasons هي اسباب الجاي من داخلنا، هي هاي بتكون دافع كتير قوي لانه بتكون نابعه من رغبه او اهتمام او شغف او فضول بالموضوع. اما النوع الثاني من الاسباب وهو الextrinsic reasons هي اسباب جايه من الخارج، هي مثلا لما اقول لحالي انه انا بدي اعمل هيك لانه كل الناس الكول بتعمل هيك، او هذا الشيء حيخليني مهم، او ماما بدها اياني اعمل هيك، او هذا الشيء منيح للبرستيج تبعي. اذا الشيء اللي بدك تعمله صعب، وعاده كل شيء جديد بدنا نعمله رح يكون صعب علينا لانه جديد وهذا الشيء طبيعي، بس اذا كانت اسبابنا اللي احنا عم نعمل هذا الشيء هي اسباب داخليه يعني نابعه من اهتمام ورغبه وشغف وفضول، رح نلاقي انه احنا قادرين نتخطى الصعوبات اللي رح تواجهنا بالبدايه، وقادرين انه نتخطى هاي المرحله الصعبه عشان نقدر نوصل للشيء اللي بدنا اياه. بينما اذا كانت الاسباب اللي عم تدفعنا انه نعمل هذا الشيء جاي من الخارج ومش من داخلنا، رح نلاقي حالنا عند اول صعوبه او اول خطا او اول مطب عم نستسلم وما عندنا دافع ان نستمر. اذا انت عم بصير معك هالشيء تجاه شغله انت عم تعملها، هون لازم تشتغل على حالك كتير وتحاول انك تبني اسباب تيجي من داخلك انك تعمل هذا الشيء. كيف يعني نبني اسباب داخليه؟ يعني ننمي الرغبه والشغف والفضول والاهتمام. كيف بنقدر ننميهم؟ بان نقرا عن الموضوع اكثر، نسمع عنه اكثر، نحتك بناس عم يعملوا هاي الشغله اكثر وبيحبوها، وحكينا عن هذا الشيء كمان بفيديو العادات انه اذا متغلب تبني عاده معينه وطول حياتك متغلب فيها لازم تحتك بناس عندهم العاده اللي انت هاي متغلب تعملها تصرف طبيعي وشيء صار من روتينهم اليومي. هاي الاشياء ممكن تبني عندك الرغبه والاهتمام والشغف تجاه هذا الموضوع، وشوي شوي رح تبدأ تنبنى عندك الأسباب الداخلية هاي ويصير عندك الحافز أقوى والدافع أنك تستمر أقوى. ولكن إذا ما قدرت بأي طريقة أنك تبني الرغبة الداخلية هاي أو الأسباب الداخلية أنك أنت تستمر، ما قدرت تبني شغف ولا فضول ولا رغبة ولا اهتمام، معناها يمكن لازم تتقبل فكرة أنك أنت فعليا ما بدك هذا الإشي، وأنك تتصالح مع هاي الفكرة وتبطل تعمله وتحط جهدك بشي فعليا أنت عندك دافع داخلي تجاهه. إذا عندك بس واحد من أسباب الفشل الدفاعي هاي، حتلاقي حالك إنك أنت متغلب توصل لهدفك، أو رح تلاقي حالك إنك متغلب تبدأ بشي جديد. ولكن إذا أنت طول حياتك متغلب إنك تعمل شغلة معينة وكتير متغلب فيها، على الأغلب إنك عندك مش بس واحد من هاي الأسباب، عندك الثلاثة كلهم. إحنا أعطينا حلول لكل واحد من هاي الأسباب، فيك تبلش تشتغل عليهم واحد واحد، وتأكد إنك لما بدك تبدأ تبلش هاي الحلول إنك أنت ما حتشوف نتيجة بيوم وليلة، الموضوع رح ياخد وقت. شوي شوي رح تبلش تصلح من أخطائك، وشوي شوي رح تبلش تطور من حالك وتتخطى المطبات الصغيرة هاي وحالات الفشل الصغيرة، وعلى الأكيد بالأخير رح توصل. وهون لازم تتأكد إنك إذا بتصفي مخك من الأسباب اللي بتعطلك وبتبلش تاخد خطوات مهما كانت صغيرة ومهما كانت بسيطة، على الأكيد رح توصل لهدفك ولا شيء رح يوقفك مهما أخذ منك الموضوع وقت. هذا كل شيء حبيت أحكي لكم إياه عن فيديو اليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا منه، وإذا استفدتوا منه اعملوا له لايك لأنه كتير بيساعدني، واعملوا له شير مع أي حدا ممكن يستفيد منه، بحس كل حدا ممكن يستفيد من هيك فيديو، بحس كلنا عم نتغلب انه نعمل اشياء معينه او نوقف نعمل اشياء معينه. كمان بعثوا لهم فيديو العادات، كل فيديوهاتي انشروا قناتي، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب، وبشوفكم المره الجاي. باي.